زرار يا زرار نبتها بالمسك والعود الازرق والعبير شد حيلك لا يصيبك فشل ولا انهيار لا تصغر قيمتك وانت في عيني كبير لذة صبار الهوى مثل لذة الانتصار لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا القصيدة فنان ولا القصيدة لذة صبار الهوى مثل لذة الانتصار انا ما ابي اشهد اني منتصر انا ماني مستعد بكره اسمعها وزايد ماسك شنطته يضيق صدري ليا طروا علي الوداع انا شاد النار مبارك عيال تحدوني يوم من الايام يوم من الايام بهكر سلطان السطي وبخليه يغني يخليه ينشد كم مفرق نكون موجودين تعدي ها دخلنا الحين والله لا اهل تدري اني انا خارج السلطان تدري اني انا ما الى الان ما هاي الحصانه بس اخذها انا كذا وش التسيب هذا مشوارك الله يا عيال اليوم ماخذين 1300 نقطه اليوم فقره واحده وش لا 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 ايام بس 6 ايام وين موجود كل فقرة اخذ فيها الفو غيرك اخذ 3 و4000 من غيري من هو انت اكثر من هو اكثر شخص رقد الاسبوع في تاريخ البشريه عيال دقيقه ما هو موقفكم ها لو طلعت بكره انا في وراك على طول نسم عشان كذا انا مرحت اي صح يا عيال نسبه طلوعك نسبه طلوعك يا عيال اسمي جاهز بكره نفسك الحصان بنافسك بعطيكم تصريح يا عيال بعطيكم تصريح بكره تدرون منهم مغادر انا خلني اخلصها من بدري اوكي الحين يعني 5 دقائق ها ابو محمد من بيطلع خروجك من البرنامج من بيطلع شنو سعيد اقل من صفر من اللي بيطلع يا بكره يا داهيه ابراهيم داهيه سالم حيلك لا يصيبك فشل ولا انهيار أقول نسبة لا تصغر قيمتك وانت ايه نسبة خروجك الله نسبة هبوط الهلال للدرجة الثانية بس يا عيال بكرة برايي خطير محمد تكفى يا ريال بس انا ثقتك انا يا محمد لا اسمي ابراق اليوم والله انت صعب زين ترقد قرن عاطل زايد زايد يا جماعة تاخذ حصانة يمكن يا محمد يمكن ابو محمد من طيبه جمهوره زايد بن نور جاي قلبي في السقف فتحه من كثر ما لقست محتاج خشمك ابو محمد من طيبه جمهوره من اللي بيطيبه جمهوره بكره من اللي بيمد يمناه اعلن اي حاجه لكن بيجيني انا بلابس حصان اللي بيمد يمناه بكره انا اخذت وقت ثلاث مره راحت اللي عاد الهيف اليوم نبي نوضح شيء مما لدينا في وقتنا هذا في وقتنا ذا ترى الحصانة والله نبي دينا يا خصم نعود ورجع سوا هاي سيف الحاجة يغادر يا جسدا ويبقى روحا بكره في المسح اذا قال سيناجي يا صل على النبي حتى انا صل على النبي بكره في المسح بالله صح اي صح نسيت المفروض خمت الابيات مفاجأة لا اقولها واحتميها هاي والله للعيد عيد 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 جب نوضح شيء ما لدينا في وقتنا هذا وفي وقتنا ذاك خل. لا ترى الحصانه والله نبي دينا يا خصم نعود ورجع سوا ازاز ولا والثاني خل. تدري شو لجينا على المسرح وعاد الهيب بدا تراني حط رجع على رجل بمد ايدي من البدايه طيب حطك فيها اسمع ترى حب منافسه اخويه هذه المنافسه الشريفه طيب وش شغلك لو اخذ عزو ها ما اخذها ما تبادل يستاهل لك تاخذها كهو انت اسئله والشعور والشعور في حام بكره يا نبي السلامه انا اقول تمام الغاره هاي حيدر العين ها انا ما عندي كلام عندي فعل هاي
شحال بالك الدنيا والله هم يا حازم تدري ليه ما يحطون تدري ليه ما يحطون كوت سايد ها تدري ليش ما يحطون كوت سايد دقيقه خلني اعرج الرجال دقيقه تدري ليش لا جا جا عبد العزيز خلنا تعال اعطى تصريح اعطى تصريح سوكي 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 ذا ها تعال جلس تسمع زين وش هو هذا مو بتصير هذا بكره بيصير هاي عطى القصيده عطى القصيده عطى القصيده اسمع اسمع القصيده اسمعها اسمع اسمع القصيده اسمع هذا صدق اسمع القصيده اسمع نبي نوضح شيء مما لدينا في وقتنا هذا وفي وقتنا ذاك لا رد رد الرجاء قاعد يقول لنا بيدينا يا خصم نعود ورجاء هاي 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 الله يحفظك عود انتم في حال عود 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 الله يحفظكم عودوا بالنسبه لي انا ايه ها وكنت معي انت بالبرايم ما كان يمك اس اس والله ما كنت يمك كان معي والله ما كنت يمك يولع الفتيلة صل على اجلس اجلس كذا اجلس خليني اكمل خليني اكمل فحان اني ارى روسك بدينا عد وحان وقت قطاف انت قلت حان وقت قطاف انا والله اللي بقطف روسكم اجلس 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 هاي هنا شوف اول شيء انا اخذت ثلاث مرات طيب تستاهل تستاهل مره معي انت مره معي مرة معي مدري بس ما اجلس معك انا اللي هو بس ما اجلس معك انا بس ما اجلس معك انا خلنا نكمل نعم حاتم الحربي ويصرح ويعلن اني لم اخوض المعركة وانا اقول ان حاتم الحربي شوف هذه مهاتها يا رجل يوم طلع ابراهيم من عن الحصان عشان ما اخذ عليه كفو اسمع اسمع انت قلت خليتها ثلاث مرات ايش فيك خفت ليه ما تقول باخذ الرابع ليش ولا ما تبوذق ما تبوذق ايه اصل اصل باخذها باخذها انت قلت دقيقه دقيقه خليتها ثلاث مرات واضح انك خايف اخذت ثلاث مرات انا ها يعني صار يا صوت دقيقه ايش دقيقه يا ولد في نقاش حامل صرح صرح دقيقه خلاص انا صوت صوت يا عيال زايد زايد صوت يا عيال يا سليم الرجال بيصرح خلنا نسمع تصريح اسلم اسلم انا اخذت ثلاث مرات وباخذ الرابع مين غريب يعني هاي اسمع 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 ويدخل المعارك لكن ما حد ينافس زايد الناجي هاي اسمع سيف اسمع قول لا اله الا الله انت قد دخلت معنا وقد لا 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 ما دخلت معك ابراهيم هذا خالد هذا دخلت معك انا توني اجي توني احضر لا انت معي خلوه كذا خلوه كذا انا ما عندي احد خلوه كذا لكن احنا نتكلم الان بالتصريح انا وزايد واللي بابراهيم خلونا على الجنب ولكن في ثلاثه عبد العزيز لا يمن الغاره لا يمن الغاره وسيف هذول الثلاثه هم اللي تصريحوا قويه انت يوم تقول ميديا انت خذيتها وانا موجود خلها كامله ومفعل دقيقه دقيقه ساعتك اسمع اسمع انت تقول انت خذيتها وانا موجود ولع ولع انت اجلس صل على النبي يا عسى التوفيق